دخل كلية تجارة، ازاي دخلت المجال الصناعي؟ دخلت المجال الصناعي لان انا من اسره اساسا والدي مهندس متخرج من جامعه اسكندريه وجه من الصعيد ودرس هنا في اسكندريه وقرر لانه هو اساسا من عيله بتشتغل في العمليات التجاريه وحاجات دي ان هو يطرق عمل خاص ما يشتغلش من خلال الوظائف يعني اللي هي موجوده في ذلك الوقت. وهو ابتدى العمليات الصناعية دي وأنا طلعت برضو لقيت فيه صناعة فدخلت في موضوع الصناعة حتى ولو كانت الدراسة بتاعتي تجارية. طب لكن ليه ما دخلتش كلية الهندسة زي الوالد وهو بيشتغل في المجال الصناعي؟ مع الأسف هو كان مجموعي ما جابنيش كلية الهندسة فدخلت كلية التجارة، وكنت بحاول إن أنا أسافر بره أدرس هندسة، وبعدين قالوا لي والدك محتاجك وهتسافر وتسيبه وكلام من ده، أثروا عليا فقعدت. بس أنت قلت الابن الأكبر. أنا الابن الأكبر.